بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم وبكل مشاهدي حلقات السكولة في كل مكان. معنا النهاردة يا أولاد بإذن الله الدرس التاسع في الوحدة الثانية. اسمه إيه الدرس؟ اسمه المجموعة الشاملة. يعني إيه المجموعة الشاملة؟ تعالوا ندي مثال يفهمنا المعنى قبل ما نروح للمسائل. أنا عندي مجموعة سين بتساوي مين؟ مصر، السودان، الجزائر. ومعايا مجموعة صاد بتساوي مين؟ الكويت، السعودية، اليمن. وبيقول لي اختار مجموعة شاملة من وجهة نظرك. هنعمل إيه؟ نشوف الرابط اللي بينهم. هم أول دول، دول إيه؟ دول عربية. والثلاث دول التانيين دول عربية. يبقى أنا لما أختار مجموعة شاملة هقول مين؟ هقول شين بتساوي مجموعة الدول العربية. يبقى أنا عملت إيه؟ جبت مجموعة أشمل وأعم. المجموعة سين كان فيها ثلاث عناصر، والمجموعة صاد ثلاث عناصر. أنا شفت الرابط اللي بينهم ودورت على مجموعة أشمل. يجي ولد يقول ما ينفعش كنا قلنا الشاملة وضمتهم مثلا الدول كلها وزودت عليهم من عند. أقول له ينفع، لكن لما بتجيب عنوان شامل وكامل وعام أفضل وأريح ليك في الكتابة. يبقى المجموعة الشاملة بنختصرها بالرمز إيه؟ بالرمز شين، وبنكتبه كبير عشان ده اسم المجموعة. طب إيه تعريف المجموعة الشاملة؟ يلا نقول مع بعض. المجموعة الشاملة هي المجموعة الأم التي تحتوي على جميع المجموعات الجزئية التي ندرسها. ده المفهوم وده المثال اللي بيعبر على المعنى. تعالوا بقى نشوف إيه المسائل اللي بتيجي على درس المجموعة الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا يا أولاد النهاردة درس جميل جدا، الدرس التاسع في وحدة المجموعات الوحدة الثانية. اسمه ايه؟ المجموعة الشاملة، المجموعة الأم. وتعالوا نشوف مثال موضح من الكتاب المدرسي. الخريطة اللي قدامنا دي خريطة الوطن العربي الكبير، وبيقول لي لو أنا اخترت مجموعة سين فيها ثلاث دول مثلا مصر وليبيا والسودان. الثلاث دول 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 ايه؟ برافو عليه، دول عربية تتحدث العربية. وكمان مجموعة صاد اخترنا منهم دولة مين؟ السودان ودولة الصومال، دول ايه؟ دول عربية. قال لي طب لو انا جيت اخترت بقى مجموعة مين؟ شين. المجموعة شين بتمثل المجموعة الشاملة. يعني مين؟ يعني المجموعة الأم اللي بتحتوي على جميع العناصر الجزئية ومجموع المجموعات الجزئية. طب تعالى نختار مجموعة تعبر عن المعنى اللي يخص السين والصاد. بما ان مصر وليبيا والسودان دول عربية والسودان والصومال دول عربية، يبقى انا لما اختار لهم مجموعة اشمل، مجموعة اعم، مجموعة تبقى اكبر منهم بكتير، اقول بقى الشين تمثل مين؟ مجموعة الدول العربية. بمعنى ان السين دي تعتبر جزء منها عشان دي ثلاث دول بس، والصاد دي تعتبر جزء منها عشان دي دولتين بس. يبقى دايما السين والصاد بيبقوا عبارة عن اجزاء من مين؟ من المجموعة الشاملة الكبيرة الام. وتعالوا نشوف مثال تاني. مجموعة اسمها سين، طب ايه عناصرك يا سين؟ الخمسة والسبعة والتسعة والحداشر. الله، ده الارقام دي ارقام ايه؟ ارقام او اعداد فردية. يبقى لما نيجي نختار لهم مجموعة شين تبقى مجموعة اشمل واعم منهم. اخترت ايه؟ اخترت مجموعة الاعداد الفردية، بحيث لو السين لها لسان واتكلمت تقول لي الشاملة اللي هي الاعداد الفردية انا جزء منك، انا حابة منك. لكن لو الشين اتكلمت تقول لها انا اكبر واعم واشمل منك. يا ريت نكون فهمنا المفهوم والمعنى. تعالوا نشوف سؤال على نفس المنوال اللي احنا اتكلمنا عليه. مجموعة سين فيها مين؟ القاهرة وحلوان وستة اكتوبر، دول يمثلوا مين؟ برافو عليك، كل اللي قال يمثلوا بعض المحافظات المصرية. طب الصاد فيها ايه؟ الشرقية والاسكندرية، برضو يمثلهم بعض المحافظات. دي محافظات ودي محافظات، يبقى لما اختار لهم مجموعة شاملة اختار مين؟ اقول ايه؟ اقول مجموعة مين؟ محافظات جمهورية
مصر العربية. ليه؟ السين ببعض المحافظات والصاد بعض المحافظات، لكن الشاملة أشمل وأعم محافظات جمهورية مصر العربية. مثال آخر، السين يمثل مجموعة مدرسي الرياضيات في المدرسة، والصاد بتمثل مجموعة مدرسي العلوم في المدرسة. هنا أنا حددت صنفين اتنين، الأولى رياضة والتانية علوم. طب أنا عايز أشمل وأعم، يبقى نقول إيه؟ نقول مجموعة مين؟ مدرسي المدرسة كلها بجميع مين؟ بجميع موادها، الرياضة، العلوم، الإنجليزي، الموسيقى، الرسم، التربية الرياضية وهكذا. يبقى هنا خاص بالرياضيات، هنا خاص بالعلوم، هنا اخترت أشمل وأعم وقلت مجموعة مدرسي المدرسة. ممكن ولد يقول مجموعة مدرسي مصر، جبت أشملك يا مستر، الاتنين صح. المهم ان الاولى اللي هي سين والتانية ان هم صاد، يبقوا جزء من المجموعة اللي انت تختارها بحيث تبقى هي اشمل واعم واكبر. السؤال الثالث اللي بعده يا ولاد، يلا نشوف كده مع بعض. جايب لي مجموعة سين عناصرها 2 و5 و8، وجايب لي مجموعة صاد وعناصرها 2 3 7 8، وبيقول لي اختار لك مجموعة شاملة. اقول له والله انا شايف ان الاثنين والثلاثة والخمسة دي الاعداد بعد بيها، واللي تحت اعداد ممكن اعد بيها. راح المستر اختار مين؟ قال مجموعة اعداد العد. هل دول جزء منهم ولا مش جزء منهم؟ طبعا كل اللي فوق جزء من العد ودي جزء من العد، يبقى السين والصاد جزئين من العد. طب بطريقة تانية، أعداد العد أشمل وأعم وأكبر من السين والصاد وهكذا. طب إيه ولد يقول لي طب ممكن أفتح قوس مجموعة وأكتب أرقام المجموعتين دي وأزود عليها حبة؟ طبعا ممكن، المهم إن الإجابة تكون سليمة. السؤال اللي بعده، مجموعة اسمها سين، طب اختار من جوه عناصرها؟ الأديب طه حسين، الأديب يوسف إدريس، والأديب توفيق الحكيم. خدت بالكم من حاجة؟ أنا ذكرت كلمة الأديب قبل كل واحد، يبقى الصفة المشتركة لجماعتهم إنهم أدباء، وأدباء من مصر، يبقى ممكن نختار لهم مجموعة أشمل وعام، ونقول الأدباء الثلاثة دول جزء من مجموعة أدباء مصر، يبقى نختار لهم مجموعة أشمل. نقول إيه يا أولاد؟ مجموعة أدباء جمهورية مصر العربية. كده العملية بقت ايه؟ بقت اشمل واكبر من كونهم 3 اعضاء فقط. كده نموذج لاختيار المجموعة الشاملة على بعض المجموعات اللي بيعتبرهم جزء من المجموعة الشاملة اللي هي المجموعة الام لجميع المجموعات الجزئية منها. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مين؟ درسنا اليوم المجموعة الشاملة، الدرس التاسع في الوحدة الثانية، وبإذن الله يتبقى لنا درسين. ليه درسين؟ لأن الوحدة الثانية دي يا ولاد فيها 11 درس كامل على وحدة المجموعات، زي ما شفنا خدنا قبل كده المجموعة وماذا تعني والتعبير عنها وأنواع المجموعات والمجموعات المتساوية والانتماء والتقاطع والاتحاد والشملة، ومعنا كمان الفرق والمكملة. انتظرونا دايما مع الاسكولة انت رابح وكسبان. ولو عجبتك الحلقات على طول لايك وشير وسبسكرايب لقناة الاسكولة، وبإذن الله انت دايما معانا بخير وأمان.